الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. الله يصبحكم بالخير ويصبحكم بالرضا ويصبحكم بالسرور ويحييكم جميعا متابعين ومتابعات، ونقول يا مرحبا يا متابع، الله يحييك ترحيب تنفيها الغلا والمودة. صباح جميل يتجدد الحمد لله، ونحن بخير وصحة وعافية، آمنون على أنفسنا وأموالنا وأسرنا في هذا المجتمع الذي الحمد لله في زحام من النعم، أمن ومان وطاعة رحمن ونظام ودولة ومكان وتقدم وحضارة. أنتم المكان وأنتم الزمان، وهذا فضل الله تعالى. أيها السعوديون، الله يحييكم جميعا من السعودية أو من خارجها، وكل من يتابعنا في برنامج النشامة اللي يستضيف النشامة ويتمنى أن يقدم عجب عين النشامة، مرحبا بكم يا النشامة. صباح جميل وضيوف أيضا جميلين كالعادة، ونحاول كل حلقة أن نستقطب يعني من جميع المشارب والثقافات والتوجهات والمواهب. كل فترة نجيب ناس في تخصص. اليوم الظاهر البرنامج هذا بيعودون يسمونه برنامج الملوك، ما هو برنامج النشامة، لأن أمس استضفنا مرافق الملوك، واليوم يعني نسعد جميعا باستضافة مصورين الملوك. نرحبهم جميعا، وأبدأ من عليمين. أرحب بك أخوي محمد الشبيب، الله يحييك. الله يحييك وبارك فيك والساعة المباركة. أنا حقيقة سمعت عن قناتكم وبدأت أتابع أشوف إيش طبيعة الحدث، والحمد لله يعني توفقنا أن احنا نكون موجودين بضيافتكم اليوم. احنا اللي موفقين انك حضرت معنا طال عمرك، الله يبارك حضورك فيه. انت ومثلك وشرواك شر من يسمع، انا اعتبره هو مكسب لنا وفايده. تسلم تسلم. والبرنامج برنامجكم، الله يحييك اخوي محمد، ونشكر لك حضورك وندري ان المشوار بعيد عن الرياض، لكن هذا من طيبك. لا بالعكس، احنا نضرب مشاوير بالاف الكيلومترات، فما بالك احنا في وطننا يعني. الله يحييكم الله يحييكم. ايضا ضيفنا الاخر ايضا مصور الملوك وصاحب يعني موهبة جميلة رائعة، أخوي خالد خضر، الله يحييك أخوي خالد. هلا وسهلا ومرحبا، حياك الله، شرفتنا يا شيخ خالد. الله يجزاكم بالخير، ما شاء الله تبارك الله، يعني فوجئت بأنه يعني بالنسبة للعالم المصورين بنحاول أنه يعني نتحاشى أنه يكون فيه اتهام للمصورين، وفوجئت انه ما شاء الله تبارك الله منكم الامام والمحدث، وما شاء الله تبارك الله يعني والدكاترة والعلماء. هذا شيء يدل على انه هذه القناة يعني للجميع. صحيح. فشكرا لكم انكم استضفتوا مصورين ينقلوا نهضة المملكة العربية السعودية للعالم، وكذلك العلم والتعلم من هؤلاء الرجال القدوة. الله يطول عمرك، جزاكم الله خير، الله يحييك. وإن شاء الله يعني نستفيد من هذه الجلسة من إخواننا وزملائنا ومحبينا في هذا اللقاء. الله يحييك أستاذ خالد، وأنت إضافة مميزة لنا وللبرنامج، إن شاء الله. إن شاء وكلنا أنا وأخوياي الضيوف الدائمون معي متعطشين نسمع منكم وناخذ أخباركم وناخذ المواقف اللي مريتوا بها، لأنكم صراحة يعني أمضيتوا سنين عديدة في هذا المجال ورافقتوا شخصيات كل منا يتمنى يرافقها لو ساعة، فهذا توفيق من الله تعالى. والله يحييكم جميعا. والله هذه أول شيء نعمة كبيرة جدا، وأنا جبت لكم كتاب اسمه من قلب مكة. ما شاء الله، كيف كانت مكة المكرمة قبل 200 سنة وكيف أصبحت، وكيف أصبحت وكيف حتصبح ما شاء الله في هذا العهد الزاهر. كيف يعني مكة المكرمة من جدة إلى مكة ومن الحرم إلى بوابته حتكون كلها أبراج، فالمفاجأة أنكم حتشوفوا مكة المكرمة مدينة كاملة بكل المواصفات. الحمد لله الحمد لله. أسأل الله العظيم يا رب إنهي دم حنا فيه من أمن والله وطاعة والله. لا دام الأمن كل والأمان كل الرغبات راح تتحقق. أي والله كل المشاريع راح تتنفذ. إحنا أهم في خير. شيء الأمن في الله يدوم لنا ولكم والإسلام وطاعة الرحمن يوفقنا وإياكم. أخوياي الضيوف الدائمين معي، الله يصبحكم بالخير. صباح الخير يا أبو صالح. يا مرحبتين
الحسين والفال الزين على الحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين وجميع من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اليوم سعداء والحمد لله وكل يوم سعداء، لكن اليوم غير مع الخضر ومع أخينا الثاني تبارك الله، وحنا نسمع بهم من مبطي والآن وجه لوجه، وذلك من فضل الله يا أخواني. الحمد لله. الإنسان يطلب الحي القيوم، إن الله يرفع مثل مقداره بالدنيا والآخرة. الإنسان ما في غنى عن الله سبحانه وتعالى، قبل كل شيء اللي هو دين الله سبحانه وتعالى. طبق العقيدة السليمة والسنة وتوجر إن شاء الله وتوفق. اليوم إن شاء الله موفقين وضيوفنا موفقين، ويا مرحبا بهم عداد ملايين، لا مليارات، ما تكفيهم الملايين. يا سلام يا سلام يا سلام. ويستاهلون كل يوم. أنت يا مبارك مبارك بإذن الله، كل يوم وكل يوم شيء جديد. الله يرفع قدرك. أمس فاجئتونا بالملك جزاكم الله خير، وحنا التعبير عندنا موسطة الأمور ماشية. شفت اللي يقول التعبير عندي متوسط تلقاه وامتياز، بس هذا تواضع. هذا أقول لك هذا ما شاء الله تبارك هذا من طيب ووفاء. واليوم الحمد لله نستقبل ما شاء الله مصورين الملوك واللي ماشيين مع الملوك، ويستاهلون الملوك ويستاهل الشعب. الحمد لله يا اخواني على المن والإيمان وطاعة الرحمن. الحمد لله. هذه من أكبر النعم على وجه الأرض يا اخواني. الحمد لله. الناس الأولين يجمعونه يجمعونه، وكل ما على التراب وتراب، لكن الحمد لله الحضيض اللي يذكر بخير. سلامة الجميع. سلمت الله يحفظك ابو صالح. تسلمون. كملت على ما قلت. تسلمون تسلمون. اخوي الدكتور صالح الحمد، صباح الخير يا طال عمرك. الله يصبحك بالخير والعافيه، وانا بدوري اصبحكم جميعا الحاضرين اخواني الاعزاء وضيوفنا الاكارم في هذا المكان الجميل وفي هذا اليوم الجميل، وارحب على باخواني واخواتي الذين يمكثون الآن ويشاهدوننا أمام الشاشات. دائما وأبدا أردد وأقول لهم أرجو من الله العلي القدير أن تكونوا بصحة وعافية. آمين. وأن تستفيدوا مما نقدمه لكم، وكما نأمل أو كما نرجو منكم أيضا أن تفيدونا بما نستفيد نحن منكم، فأنتم المرآة الصادقة التي بها نسير وبها نعرف ونقوم أنفسنا حتى نفيدكم إن شاء الله وتفيدوننا بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. جملت أخوي صالح. أبو بجاد صبحك الله بالخير. صباح النور، صبح عليك وعلى المتابعين بخير. وبداية أنت قلت أنه قبل نبدأ أنه فيه نقاش، وأنك أنت ما شاء الله تكلمت عن المجلس، فحنا نقول أنا اللي أقوله أنا أعرف أن أخواني يقولونه، أنت لسان المجلس اللي يذود عنه يا أبو عبد الله، وأنت المدفع للمجلس دائما في العلوم الحازمة، أنت نقدم قدامنا وأنت كفول لها. ما عليكم زود يا أبو جاد. ما عليكم زود، الله يحفظك عمرك والسامع، وإحنا كلنا شركاء في النجاح. صحيح. ما حد يقول أني أنا اللي السبب، كلنا شركاء في النجاح. ونصبح على المتابعين و رحب بضيوفنا ورحب أخواننا الدائمين، ونسأل الله أن نقدم ما يفيد أول شيء أنفسنا ويكون نافع لنا، ثم يفيد المجتمع ومن يتابعنا ومن ينقل أخبار هذا المجلس يا رب. وأسأل الله أن يكون حجة لنا لا علينا يا رب يا رب. أبو علي
ابتدينا معك ودك الله. أنا كارزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت أفعالي بالدلايل. أنا كارزماوي أنا كارزماوي أنا كارزماوي أنا كارزماوي أنا كارزماوي وبتحدى أقلط على اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لاجلكم نبذل اللي لايق مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لاجلكم نبذل اللي لايق مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة. اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لاجلكم نبذل اللي لايق مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة. كارزماوي والراس طايل لمركز دايم ما على وايل ومثبت افعالي بالدلايل. انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي وبتحدى اقلط على الطالب وانا المبدا اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبي الا رضاكم لاجلكم نبذل اللي لايق مستواكم جدكم الواقع بحلة وطلة جديدة. انا كارزماوي انا كارزماوي انا كارزماوي
اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير. خالد ترى يصور، قال هذا عمره 13 سنة ايش يصور وايش ده، قال له جرب، قال لي تعال خلك هنا يا محمد العصري وخليني هو جرب. رحت زبط له الغترة وزبط له اليماني ما يصور كذا بدون زبط له الغترة وأخذت الصورة ورحت حمضتها وطبعتها وجبت له إياها. مو متخيل، تفاجأ قال لي أقول لك من اليوم أنت مساعد مصور، أنا اللي أنظف الاستوديو. يا سلام. ولك من اليوم راتبك 150. يا الله شفرج الله. أنا فرحتي ما تتخيل، وطالع اللي في كاميرا مكتوب عليها 150 أعرفها يا شكا بعد ستين. قلت له أبغى الكاميرا هذه 150، قال لي خذها. وأخذ الكاميرا وحط فيها فيلم وبطلت جريت للبيت. إحنا عايشين في عشة. إيه. الله المستعان. وأقعد أصور الوالدة وذا. ليش هذه؟ قلت لها هذه كاميرا. قالت لي كاميرا إيش؟ قلت لها تصور. قالت لي والراتب؟ قلت ولدك صار راتبه اعلى وذا 150. قالت لي 150 وين ال 50 ريال؟ قلت لها لما الشهر الجاي، انه انا اشتريت بها الكاميرا وتصفق بي. ليش تاخذ الكاميرا؟ احنا يا دوب عايشين بال 50 ريال حقتك هذه، تجيب لي كاميرا؟ ومسكتني من اذني الينا الاستوديو. قالت له اقول لك الحديده ذي ما نبغاها يا الراتب 50 ريال جزاك الله خير. قال لا يا بنت الناس ولدك صار راتبه 150. قالت له ما نبغى ال 150 ال 50 ريال تكفينا بس يا حليل. قال الله يعفو عنها. يا بنت الناس انت الله ويا يا خالد، هذه 50 ريال واخصمها منك من الشهر الجاي. ويوم فرحتي صرت اصور الطايف جميل جدا، وفاجأ وطبعت 10 صور كل شويه، وانا رايح اقعد اتفرج فيها وانا جاي اقعد. وفجأة واحد امريكي جاء، ايش هذه؟ قلت له صور. قال تبيع؟ قلت ابيع. طالع في العشر الصور، قال لي بكم؟ قلت له بعشر ريال، ولو قال لي بخمس ريال ابيعها كلها ويطلع لي 100 ريال. قلت له ايش هذه؟ قلت له، قال لي مو بعشر ريال واحدة؟ قلت له طبعا ايوه بعشر ريال. ولا انت قصدك من اول كلها بعشر ريال كلها ببيعها يا اخي شوف الرزق. فجأة دخلت في دماغي قيمة اللي انا عملته. يا سلام. ما دامت انا بعمل شيء صح شيء جميل هو القيمه لها. صدقت. ففجاه ربك، رحت اشتريت للوالده شو اسمه ذا تريك، كنا على الفانوس. ايه. واشتريت لها مش الدافور اللي احسن من الدافور، ايوه، سلفت بعد واشتريت ثلاجة لأنه ما عندنا ثلاجة ولا عندنا كهرباء بس على الاتريك والفانوس. الله. وربك يريد وذا. وبعدين صار طلب للخطوط السعودية، طلب أنه يعني البرنامج الإعدادي إعداد المدراء والمهندسين والطيارين في هذا البرنامج. قدمت أنا، أخذت الثانوية متعتع يا دوب 51، وقدمت للخطوط السعودية ولاقي لي 120 وهم طالبين 12 نفر ولا 15 نفر. وأنا في الطابور واحد قال لي يعرفني، قال لي وش جايبك يا بدوي؟ قلت له جاي من الطائف. قال لي يا ولدي وين أنت؟ أنا عندي خطاب من أحمد زكي يماني. الله. وأنت مينك أنت؟ والله وأنا طالع كذا وذا جاء دوري إلا يقعد في الشهادة يطالع فيها والشهادة. قال لي يا ابن الناس من 95 ما قبلناهم وأنت 51 نقبلك ليش؟ ويريد الله أنه اللي طالب البرنامج هذا قاعد يطقطق على طالع فيه كده. وقلت له يا أخوان أنتوا جبتوني من الطائف، أنا قاعد في القهوة أنام وأصحى وكل يوم لي أسبوعين خسرتوني وأنا فلوسي مستلفها، حرام عليكم. لو قلتي لو قلتوا لي الشهادة تبغى التدريب وذا بالعلامات المعينة ما جيتكم. والله وينط قال صح، تعال يا ولدي إيش قصتك؟ قلت له أنا
يعني أول شيء جايكم من الطائف ومسلف فلوس وقاعد في القهوة كل ليلة بريال صح وخسرتوني. قال إيش المشكلة؟ ليش يا ولدي أنت عندك 51؟ قلت له يا ابن الناس أنا أبيع بليلة وفصفص وذا، وبعدين رحت الاستوديو وصورت. قال تصور؟ قلت له طبعا أصور، وأنا أصور وأطبع وذا. قال لي ممتاز، إيش عندك مواهب ثانية؟ قلت له أقرأ. قلت إيش يقرأ؟ قلت له كليلة ودمنة والوسادة الخالية وعنتر بن شداد. قال لي إيش عندك موهبة ثانية؟ قلت له ألعب كورة. قال لي إيش تلعب؟ قلت له قدم وطائرة وسلة، وهو يعشق السلة. قال لي لا الطائرة. قال لي تعرف الطائرة؟ قلت له أنا نائب، أنا أول واحد أشتغل في ألعب هذه. قال اقبلوه. قالوا له 96 97 ما قبلناهم، وهذا ومسكوه على جنب وصياح مش عارف ايش وذا. تقبلوا احنا نبغى المواهب اللي عندهم، ما يبغى شهادة وبس، نبغى عند واحد موهبة تصوير وهذا يلعب كورة وبعدين يقرأ، فهذا مثقف. قلت جزاكم الله خير. الرزق. قالوا لي أقول لك ترى إحنا اللي قبلناهم 12 بطلنا، لكن كنا 4 أشخاص حاطينهم من ستاند باي احتياط، وأنت الخامس إذا لك نصيب. واتفقوا على هذا الموضوع. الرزق الله. وأقعد أول أسبوع ويريد الله، واحد قال ما عاد أبغى، ثاني أسبوع اثنين قالوا ما عاد أبغى، ويريد الله الثالث الأسبوع بعد ما طلعوا ليري قال أقول لك ترى مبروك توكل على الله. وأشتغل في البرنامج الإعدادي، وبعدين طلب يعني لما تخرجت طلبت أنه أصير مضيف. مضيف درست هندسة واشتغلت مضيف طيارة، بعد سنة ترفعت إلى صرت رئيس مضيفين، وبعدها ب3 سنين أقابل هذا اللي وظفني. الله. خالد قال لي ليش؟ أنا عارف أنك مهندس. قلت له لا أنا أبغى المجال هذا لأنه كاميرتي معاي وأصور العالم، نروح بيروت ونروح ليبيا ونروح المغرب ونروح لندن ونروح أصور. أي. عشق التصوير. قال لي خالد طبعا إحنا ما عندنا قسم تصوير في الخطوط السعودية، ليش ما تنشئ الاستوديو؟ قلت له يا ريت أتمنى. قال لي يوم الاثنين تجيني، وأجي له يوم الاثنين إلا السكرتير يقول لي ترى رفعك درجة ما شاء الله وأنت مسؤول الحين أنت تسوي. بدأنا نسوي الاستوديو، وجبت لي واحد بريطاني واحد باكستاني وأنشأنا قسم التصوير. بعد سنتين ويجيني البريطاني قال لي أقول لك أنت اتفقت معايا على سنتين، إيش رأيك أنا أطلب أنك أنت تبتعث لمدة 3 سنين أو 4 سنين علشان أنا أبقى مكانك. شوف يا أخي وأنت تستفيد وأنت تستفيد. الخواجة ذكي. أي قلت له تم، ويبعث لي ويطلب لي أنه أروح في جامعة شو اسمه ذا باسدينا بوليتكنيك، هذه أشهر جامعة. وين هذه؟ في لستر. ها؟ لستر. إيه. في بريطانيا، بعد بريطانيا في بساعة. إيه. واروح الجامعة والاقي سعوديين منهم ذحين كان وزراء ومش عارف، الحمد لله درسنا وجينا. بدأت اعمل معارض، ويجي الجامعة الامريكية السفارة الامريكية يطلبوني، يعني انا كنت مميز في جدة ومعروفين. إيه. لان ما في مصورين، ما في الظاهر الا انت، يمكن ما في الا خالد. اي والله. وبعدين قالوا لي ترى أنسل آدم أبو المصورين في العالم. اسمه إيش؟ أنسل آدم، معروف مشهور جدا. هذا صورته 30 × 40 × $50,000. إيش جنسيته؟ أمريكي. أمريكي. أمريكا. إيه؟ في لوس أنجلوس. جاي نعمل نعمل له معرض، ومأمنين على أعماله $50,000 أنت مأمن على أعمالك
قلت انا ماني مأمن على نفسي علشان مالي. قالوا لي جيب الصور، جبنا الصور، صور مش عارف ايش، سوينا المعرض وافاجئ ان هم قالوا لي ترى انس الادم يطلب انك انت تروح عند الجامعه. الله، قلت يا فرج الله قام حظك يا خالد، قام حظك. الحمد لله والدته الله يرحمها ما شاء الله. والله نعم. شيء غريب، بر الوالدين. اي والله. تصرف يا ابو علي، تصرف، خذ راحتك. اللي ساير بتركب الان ولا تحول؟ يعني طيب اللي ساير الان، انا فوجئت انه مستحيل يطلعوني بقى. انا جاي قبل سنه ومن هذا من بريطانيا وذا، وكيف يبتعثوني؟ والله رحت لأحمد مطر قلت له الوضع كذا كذا، قال يشرفنا يلا سووا له ابتعاث. يا سلام. وابتعاث لأمريكا، وربك يريد. وانا عندي الأغلى كاميرات عالمية وذا وزايس لنسز، فصرت أدرس وش اسمه ذا، لأنه عندي مقدرة في كمان تدريس. درست هذه الأمريكية اللي أنت ما سمعت الموضوع حق الأمريكية. لا. وبعدين المهم درست هناك، وكنا نكون 4 أنفار 5 أنفار نطلع في مجالات نصور ونتصور وذا، فكنت أنا عندي علم بالتحبيض بالتصوير وذا. فرحنا أمريكا وجيت وفاجأ أنه أنا المحافظ حق جدة، واحد أمريكي واحد بريطاني اسمه أنسل آدم أقابله في عند في الكورنيش، أنا بصور هو يصور. محافظ إيش؟ محافظ جدة محمد سعيد فارسي رحمة ايه الله عليه. سعيد أيوة. ايه أمين جدة. ايه هذا البريطاني إنسو اسمه هذا إيطالي مصور، يجيبوه في الأسبوع يأخذ $5,000 بسيارة بفندق، يجيبونه جدة كل شيء يجيبوه، يجيبوه 2 أسبوع 3 عشان يصور جدة ويصور الرياض ويصور ذا. قابلني قال لي أنت في أنت سعودي؟ قلت له. قال كيف يجيبوني وأنت قاعد تصور وصورك؟ طيب أقول لك ساعدني نسوي كتب. أروح حايل يأخذ صوري ويأخذ صوري ويطبع كتاب لحايل، وخالد خضر معاه. يا سلام. ويجي جدة ونصور جدة ونصور البحر ونصور ذا، ويصور يسوي كتاب جدة ويسوي خالد خضر، 3 5 6 كتب. بعدين قال لي أقول لك لازم أشتري سيارة. قلت له طيب. رحنا لتايوتا بأظن 8,000 ريال اشترينا لنا سيارة. سيارة شو اسمه ذا؟ ها؟ ولا كرسيدة. كرسيدة. أيوة. 8,000 8,000 كاش. الله. والله صرت أسوق وهو معايا ونصور ونروح الأماكن أطلعه السطوح، لأنه يحب التصوير دائما في المدينة لما يكون في علو يصير فيه الأماكن. وبده يسافر خليت السيارة وحطيت له غطيتها وكل شيء. قعد فترة وجاء إلا وأنا استقبله في المطار. قال لي ما سبت السيارة؟ قلت له لا هذه حقتك. قال لي يا ابن الناس انت اعطيتني صور مقابل السيارة هذه كلها، هذه انا اشتريتها علشانك. قلت له ايش؟ انا احلم عندي احلم ببسكليتة مو سيارة. قال لي هذه لك. يا سلام. ايش؟ قال لي يا ولدي لو دحين الان جمعت الصور اللي اشتريتها انا اخذت فلوس مقابل صورك وصوري 4 أضعاف 5 أضعاف. يلا هذه هدية لك. ما شاء الله. وربك يريد. ويقابلني الشيخ شو اسمه ذا، لا وداني عند المحافظ. الأمين. قال له عندكم الأمين جدة. قال له عندكم مصور بيصور قد أعمالي، استفيدوا منه. قال لي أنت من أنت سعودي؟ قلت له إيه وسعودي. قال لي تصور؟ قلت له أصور. قال لي ما شاء الله بيمدحك. يا علي الغامدي مدير مكتبه قال اعطوا له 900 ريال كل شهر. قلت له استنى استنى انا موظف الخطوط السعوديه. قال خطوط سعوديه ما خطوط سعوديه، خليك معنا. حبيت تصور ما حبيت تصور شهر كل شهر تاخذ 900 ريال. يا سلام. هبني انا الراتب تبعي 150 ريال اروح للوالده في الطائف اعطيها 100 وخلي 50. الله.
وربك يريد 900 ريال تجيني اروح للوالده اعطيها 150. الله يا ولدي قلت لها انا غني دحين مليونير. فهبت الدنيا. وبعدين اجيب للفارسي صور على شاست جده كانت نهضتها شيء غريب. صدقت واسوي البوبه. فجاه الشيخ علي بن مسلم رحمه الله عليه مستشار الملك شاف صوري اخذني على الديوان الملك خالد قال هذا شغلوه ويعطوني بطاقة بلاش أنا أصور بس حلم أنه أوصل للديوان عند الملك ملك خالد الملك فهد ربنا أراد للملك عبد الله للملك سلمان أنا عينوا الخطوط السعودية مدير المعارض مدير المعارض وأنا أي معرض للمملكة أساهم فيه. يا سلام. واختاروني في رحلة الملك سلمان من ألمانيا إلى حوالين العالم لمدة سنتين أنا مع الملك سلمان. يا سلام. فربك راد وسوينا معارض وكل معارضي الحرمين الشريفين. وفاجأ كمان بالديوان الشيخ رئيس حق الطيران المدني اللي هم حد الهليكوبتر يا خالد صورك جينا تعال أبغاك تصور الحج بالطيارة كيف؟ قال لي تعال طلعني على الهليكوبتر وربطت نفسي وأقعد أصور طور صور صور وأعطيته الصور وقلت له أسوي لك معرض في الديوان للحج يا سلام ويصير هذاك المعرض الملك ووزير الحج والأوقاف أعجبوا أنه كل وزراء اللي عازمينهم يشوفوا هذا الإنجاز اللي بسوي الملك خالد خضر صار اسمه ووزير الحج رحمة الله عليه نسيت اسمه قال لي أقول لك تعال معانا أشتغل في وزارة الحج الحين شغال في ثلاث وزارات أكثر من 4-5 والله إحنا بنشتكيك ذا الحين هذا وبلاش ما شاء الله والله ما قد لا 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 ما لكن الشرهات اللي تجي 900 والخطوط تعطيك 150 احنا لا ربك اراد هذه شيء ثاني ما شاء الله ما شاء الله المهم الحين الان اذا جاء الحج اطلع بالهليكوبتر اصور منها وعرفات والحج والاشياء اللي يصير فيها حريقه والزحمه اصورها وابلغ ويصير يجي الانقاذ اروح المدينه اصور كل الصور هذه كانت محفوظة عندي إلى المهم ربك يريد قبل شو اسمه ذا حوالي الآن يمكن أول ما تعين الملك سلمان وزير الدفاع قبل 10 يمكن أي وزير شو اسمه ذا مدير الطيران الدفاع في جده الامير منصور بن بندر تعال يا خالد انا سمعت انك مصور الملوك وذا تعال ترى الامير سلمان وزير الدفاع حيزورنا ويجي والامير محمد معه واصورهم وبعدين في اعيان جده جاء الملك سلمان هو امير الرياض واصوره وفجأة الملك خالد يعزمه الأمير خالد الفيصل إيه خالد الفيصل إيه قال لي خالد ترى الملك الأمير سلمان بدنا نعزمه مش عارف قلت له أقول لك عندي صور له وهو وزير دفاع صور له وهو من مع أعيان جدة قال جيبها وأجيب له صورة أعيان جدة مع الملك سلمان
تعشى وهو طالع تسير بلقاه يا خالد، فبيعرفني الأمير خالد، قال له خالد خضر مصور، مصور عالمي، مش قال أبلشني سنتين وهو معي حوالي للمملكة تعرفني على خالد خضر. قال أجل مدامت ما فأمور سبحان الله يعني أثقلت عليكم ما سامحوني يعني. لا بالعكس، الحين السيرة هذه الملهمة صراحة كلنا نستفيد منها، لكن أنا بطلع بك على الأمور الفنية بس لك سؤال مهم جدا لي وللمشاهدين. ودي خالد خضر يقول لي وش السر، وش السر اللي نقل هذا البدوي البسيط من عشة يأكل هو وأمه وأخوانه الدقيق إلين أصبح يرافق الملك سلمان بن عبد العزيز في رحلاته الخاصة وفي الديوان، إيش تتوقع الأسباب اللي وصلت خالد خضر لهذا المستوى؟ شوف طبعا حب العمل والإخلاص والأمانة أو هذا كله على رضا الوالدين. يا سلام شباب، يا سلام. شوف الأم، الأم والأب كل يعني رضا الوالدين وذو القربة. شوف لما يكون لك أقرباء وتحاول أنا الآن الحمد لله ربي أكرمني بكرم، يعني لو أقول لك الفلوس اللي جات الحمد لله تقول شيء، يعني أنا الله أمطرني بفلوس، لأنه الآن لو أقول لك في العالم أنام أنا ماني عارف أنا في أي بيت ما شاء الله في العالم أنا نايم. ما شاء الله ربنا أكرمنا بهذه الدولة وهذا الكرم اللي ربنا، يعني شوف ما دامت تعطي وأنت مخلص يكرموك. لا تتخيل إنه في هذا البلد أنت بتعطى وكريم ومخلص لبلدك ولعملك، هذا شيء لا تتخيله. تصدق يعني يا أخوي خالد، يعني في البرنامج هذا سواء في الواقع أو في بداية أو البرامج اللي قدمتها كلها أكثر من 3 برامج، الروشن والأكارم وبيت الحكمة والآن النشامة، كل ضيف مميز أو ناجح شرواك شر من يسمع. طيب أسأله نفس السؤال، أقول إيش سر تتوقع سر نجاحه؟ كلهم يقولون بعد توفيق الله الوالدي. طبعا يعني يا اخواني، يا اخواني احنا عندنا مفاتيح نجاح بس بعض الناس غافل عنها لحد مع الاسف البعض الجيل الصاعد يعتبروا انه هو يقدر يسوي شيء، ترى ما يقدر يسوي شيء. اي والله والله ما يقدر. انا في زملاء لي في البرنامج الاعدادي، انا افشل واحد، انا بقول لك افشل واحد في الدراسة، وصرت بالنسبة لهم قدوة، زملايا يعتبروا خالد خضر من الرموز اللي منتشر اللي معروف. إيش السر؟ أقول لهم سر الوالدة والوالد، سر اللي ربوك، لأنك أنت يعني كيف تكون إنسان رضي ومطيع ومحب إلا من تربية الأولاد. أبشر بالخير يا أخي خالد، ولاحظ يا أخوي خالد إنك تبر بوالدة ما تقدم لك إلا الدقيق الساخن والبيت عشة، ما فما بالك الآن اللي يقدم لهم أهلهم ووالديهم جميع ما لذة وطاب من سيارات، كل موديل جديد، وزعلان يقول طفشني. طب أنا يدق علي ناس يقول والله طفشان، أنا ما عاد أبغى البيت، ما عاد أبغى أهلي. طيب ليه يا ولدي؟ والله أنت تحترض الحين في التطبيقات وشي تعشى مرة أكلهم ما عاد صار ينطبخ في البيت كله بالتوصيل، هذا التوصيل مع الأسف. مع الأسف أنا بريحك وعندنا صور لك بنرجع نعلق عليها بعد شوي، صورة تعطينا تعليق عليها. ليش لكن أبغى أنتقل أيضا قبل أن تقول أخوي محمد، طبعا الله يحييكم ترحي بالمطر، وحنا في هذا المجلس كل يوم أو يومين يكرمنا واحد، فاليوم أحد أركان هذا المجلس وهو ركن أساس سواء في برنامج مجلس النشامة أو حتى كان معنا برضو في بيت الحكمة أو في أكارم، أصر إلا أن يكرمنا اليوم وأن يكرمكم. فنحن اليوم كلنا في ضيافة أخونا حمدان بن ماشي الشمراني، الله يجود على أبو علي
والحقيقة المحزم اليوم ينومس ودايم ينومس، وحنا يا أبو علي بنسولف مع أخوي محمد، وأنت إذا عندك شغل تبغى تشتغل خذ راحتك. يا سلام، الله يحييكم تحيا المطر، وأنت تمثلنا وأنت اللي تحيي وأنت اللي كذا ما يحتاج. الله يجعل والديك الجنة. أخوي محمد وقبل الفواز قبل الفواز بكرة إن شاء الله عند أبو صالح الفطورة الثانية بإذن الله. الله يعينك تسلمون. والله قرب قرب المتسوى من البعيد. ايه وصل. انا قلت ميتكم، انتم قلتوا ميدي، وانا اني اخر واحد. الحين باقي يا حمدان وانت، اذا فطر حمدان اليوم فطرت انت بكره. ايه؟ معناته ما عاد عني. انت عزوبي خلاص. والله اي نعم معلش. والله ابو علي اعطاني عذر يا ابو سعود. على كيف ضيف. والله ضيف. ما هو على كيف، والله تجوزي ما شاء الله. انا فطرت وانا عزوبي. اقول ابشر وابشر على غشمي على غشمي. تكرمون جميعا. اخوي محمد يا هلا وسهلا. والله العظيم انا مبسوط بوجودكم معي. الله يبارك. اول شيء انا والله ما هو انا اي سعودي يفتخر ان في سعوديين خاصه في هذاك الزمان اصبح يشارلهم بالمنان، واصبحوا حتى الخواجات وامريكا وبريطانيا يتعلمون يستفيدون من ابداعات هذا السعودي. واخوي خالد يعني يعني وفعلا مصور عالمي، ما هو بس على مستوى السعوديه والشرق الاوسط. وانا سعيد والله بحضوره معنا، وقصته ملهمه لي ولكل من يتابعنا. اخوي محمد ايضا كم لك الان في التصوير؟ نفس السؤال، كيف بدات في التصوير؟ تكلم لنا. يعني انا عمري الحين 25 سنه. نعم زي عمر ابو صالح تقريبا. ابو صالح من يوم عرفنا يقول عمري 80. لا عاد يزيد ولا ينقص. الله يطول بعماركم يا رب. امين يا رب. يلا توفي الجميع. انا مش بعيد، انا ابو باسم. ما شاء الله. أنا صار لي 54 سنة من حملت الكاميرا. ما شاء الله. ولكن لا يحتسب الفن بعدد السنوات. جميل. يحسب بالتميز. بالجودة. ممكن واحد من 5 سنوات بدأ ومتميز. صحيح. وواحد له 50 سنة وشغال بأسلوب ضعيف ويظل هو ما طور من حاله. صدقت. أنا حملت الكاميرا عمري 12 سنة. في مدينة؟ هو كان في الطائف خالد. أنا بالقطيف. بالقطيف. أنت من أهل القطيف؟ من قرية أم الحمام. يا ونعم وأكرم بك وبأهل القطيف كلهم. تسلم. ما في كهرباء، بيتنا عشيش نفس الحال. عشة. عشة. اللي صار إنه أنا نجحت وخالي عنده استوديو وقال بس تنجح أعطيك كاميرا. يا سلام. نجحت. بس الخال مع انشغالاته نسي يعطيني كاميرا. فرحت للوالدة الله يرحمها. أمين. قلت لها أبغى أشتري كاميرا. بكم؟ قلت لها ب3 ريال. الله. الكاميرا عبارة عن ذات حجم الوسط أكبر من هذه. إيه؟ في ذاك الزمن. هي اللي كانت تشوفها من أول يغطون براسه. لا هذيك هذيك الحجم الكبير هذيك. إيه؟ للمحترفين اللي فوق. هذه درسنا عليها أنا وأستاذ خالد. إيه؟ فأخذتها ب3 ريال. الفيلم بريال ونصف، تحميض الفيلم بريال، وكل صورة تنطبع بنصف ريال. الله. فكنت أصور في الرحلات المدرسية. بعد فترة أخذت صورة للوالد الله يرحمه قبل الغروب وأشجار النخيل حوالينه. القطيف نخيل ومزارع. إيوة. وساقية ماي وانعكاس الضوء عليها، صورة عفوية. أخذت الصورة. يوم ثاني الصباح الوالدة مشترية ساعة جوفيال إلي من عند الوالد. الله. الوالد عنده محل ساعات يعني؟ لا. اشترتها وعطتني وياها هدية. هي وكانت عطلانة والوالد اخذها يوديها التصليح. فانا قبل ما اطلع الصبح من المدرسه جيت له قلت له ما اصلحت الساعه، قال لي تفضل هذه الساعه موجوده جوفيال ذهبيه. طلعت رحت المدرسه على تقريبا الحصه الخامسه انتبهت لعمي داخل ساحه المدرسه. عمك؟ ايوه. انا شفته دخل ساحه المدرسه شيء لا عيني دمعت. الله. لا اله الا الله. في شيء. شويه جاء مدير المدرسه من عندنا من ام الحمام، قال لي ولدي محمد روح البيت.
الله، الوالد جاء شيء أكيد. أروح البيت، أنا أمشي وصلت عند البيت، فتحت الباب وأنا أبكي. الله. لقيت الوالد متوفي ممدد. وانت مرة الصباح ماخذ الساعة منه؟ ايوه. لا اله الا الله، سكت قلبي، عمره 42 سنة. لا اله الا الله، الله يتجاوز عنه ويعفو عنه يا رب. فخلاص يعني انا طفل عمري 12 سنة، فجاء خالي يسأل يبحث عن صورة حديثة للوالد على اساس يطبعوها يوزعوها على العائلة. قلت له انا عندي، انا صورت الوالد وعندي صورة. قاعد يتكلموا الكبار، الصغار ياكلوا تبن. انا تاثرت، يعني انا يتيم توي اول يوم تقول لي الكلام ذا؟ تقول لي هالكلام؟ الله المستعان. دوروا على صوره ما لقيوا، جاء اخذ الفيلم حمضوا، لقيت الصوره جميله وطالعه ما شاء الله، طبعها وتوزعت على العائله. هذه يمكن لها اثر ان تخليني ادخل في هذا المجال. إيه؟ لا شعوريا. عمري 14 سنة، ابن خالتي بيتزوج، خالي يضطر يقفل الاستوديو 3 أيام. إيه؟ قال لي محمد ايش رأيك تجلس في الاستوديو 3 أيام، يجوا الزباين تسلمهم صورهم. والثلاثة أيام صارت 3 سنوات. ما شاء الله. جلست في الاستوديو، زمان ما حد يعلم، أولا لا يمتلكوا المعرفة الاحترافية ولا فاضي ولا يبغى يعلم على اساس ما تنتقل معلومه لاحد ينافسه. موجودين مجموعه استوديوهات في القطيف، استوديو الجزيره لخالي، استوديو الخليج لولد خالتي، استوديو النجوم لابو السعود، استوديو الامل، واستوديو الامانه. الله. هذه مجموعه الاستوديوهات. بدات انا في يوم من الايام افكر كيف اطبع صوره، وخالي يخوف، يعني ما تقدر، أنا طفل إني أجي أطلب منه شيء. فبدأت بالخفية، دخلت غرفة ظلمة أحاول أطبع صورة، أشوف الجهاز، أشغل، أشوف ضوء. سألت، قال تحط النيجاتيف هنا وتطبع على ورق. أحط الورقة أطبع ما يطلع شيء. ولد خالتي اللي تو متزوج قلت له أنا قاعد أعبث أسوي كذا كذا، قال أنا أدخل الدارك روم الغرفة الظلمة مع خالي أشوفه يطبع، بعدين يحطها في الصحن الأول فيها محلول. إيه؟ اللي هو المظهر. إيه؟ وتطلع الصورة، يحطها في الطبق الثاني فيكسر اللي يثبت الصورة، بعدين يحطها في ماء يغسله وينشفها على الهيتر. جيت اليوم اللي بعده، خالي يطلع مطمن إنه ما في زباين الصباح، أحط النيجاتيف، طبعت طلعت سودة واجد. طيب ليش سودة؟ أبدأ أحلل. إيه؟ هل الضوء اللي نزل كثير ولا قليل؟ أبدأ أقلل شوية من الوقت، لقيت يبدأ يطلع الإيمج، تبدأ إيه؟ تطلع صورة. إذن الطريقة أني لازم أخفف، والعدسة لازم أسكرها حتى يدخل ضوء قليل. عرفت أطبع ما شاء الله، كم يوم أطبع وأخذهم، لا يجي خالي يشوف أنا وش مسوي. في يوم جزبون مستعجل عنده نيجاتيف، قال لي أبغى صور 4x6. أنا طبعت الصور من هنا وحاطهم في المحلول في المثبت. جا خالي دخل على الغرفة الظلمة ويشوف صور مطبوعة محطوطة، صوت علي، محمد تعال، مين اللي طابع الصور هنا؟ مين اللي يلعب في الدارك روم؟ قلت له ما حد يلعب. قال لي مين اللي طابعهم؟ دقيقة بالله يا محمد، يا حسن، حسن العمال يدقون في المبنى اللي جنبنا، خلهم يوقفون. بالله يا ابو علي لا انت مطلع مع الباب، وقفهم. تفضل معليش، تفضل. قلت له انا اللي طابعهم، جاء واحد يبغى صور مستعجل طبعت له. قال لي نعم، وانت ايش عرفك؟ قلت له من وراك تعلمت. فرح، انا توقعت يضربني الان، لقيته فرحان قال اعلمك التصوير. طيب، بدا ياخذني على الكاميرا يشرح لي عليها. في الكاميرا في ارقام، تكون العدسات أول في عدستين، عدسة تحت وعدسة فوق. إيه؟ واحدة تشوف منها المشهد والثانية هي اللي تصور ويدخل الكاميرا يا شيكة. إيه؟ ففي رقمين هنا 8 وهنا 8. أقول إيش هذه الأرقام؟ قال والله ما أعرف، قالوا لنا هذه
تحطها مع الزمن. لما أنا درست التصوير طلع ثمانية اللي هي الثمن، بوصة، فتحة العدسة، والثمانية الثانية هي ثمن ثانية، الوقت. العدسة تفتح وتسكر خلال ثمن ثانية. هذا هو التعريض السليم للصورة حسب الإضاءة الموجودة داخل الاستوديو. طلعت من عنده عمري 17 سنة، قلتك محترف الآن، يتيم، واعتبر نفسي محترف، واروح اشتري سيارة كرسيدة اقساط. الصبح انا في المدرسة، السيارة الكرسيدة اقساط اخذتها وبعتها كاش. زمان الامور سهالات. ورحت تأجرت مكان وقدمت على ترخيص استوديو وفتحت، حصلت عليه وفتحت استوديو. كان اسمه ايش الاستوديو؟ سميته باسم بنتي، اول بنت جتني اسمها تغريد. استوديو تغريد. استوديو تغريد. فتحت الاستوديو بعمرها من ذاك الوقت، توها مولودة. فأنا تزوجت، لا فتحت قبل، بس اسم أخذته قبل ما هي تجي. فبدأت الصباح أروح المدرسة، العصر أشتغل في الاستوديو. دخلت بعدها لأرامكو، خلصت ثانوي تجارية والتحقت بأرامكو. قام حظك من يوم جيت أرامكو أصلا؟ خلاص أخذت سنتين دراسة إنجليزي، بعدين إحنا الجروب حقنا جروب 37، جروب 37 كلنا A بلس ما شاء الله، معدلاتنا ما عدا واحد ما شاء الله، واحد نجراني ضعيف ياخذ سي. طلبنا من الإدارة انه هذا تشيلوه من الجروب حقنا، نبغى كلنا متميزين. بالضبط. خلاص هنا بدأنا. لما خلصنا الدراسة قالوا اختاروا اي دوائر انتم ودكم تشتغلوا فيها، عندكم الحرية لانكم مميزين. فطلبت اروح الكمبيوتر، جلست كم شهر لقيت نفسي مو الشخص اللي يروح في هالمجال، ارجع للتصوير. قلت لهم انا اروح التصوير. طلعت قابلت رئيس اللي هو السوبرفايزر في قسم التصوير، امريكي اسمه بيرني مودي. رحت قابلته، اخذت اعمالي 4 في 6، افرجيه التصوير حقي. قلت له ابغى اتوظف عندكم. قال لي انا حجيبك وابغاك عندي. تم النقل من هالدائرة لهالدائرة ورحت عندهم. لما دخلت القسم لقيت نفسي أنا ما أنا محترف، أنا أمتلك زيرو معلومات مقابل المحترفين اللي موجودين في أرامكو. الله. أنا خبرة شخصية فقط، لكن ما أعرف شيء، يعني ما أعرف تكنيكالي من النواحي الفنية. ليش؟ يعني عندي صور لما أشوفها اليوم أقول أنا سويتها صح حتى قبل الدراسة. السلام. لكن هو إحساس طبيعي بدون معرفة. فأنت ما تكون شاعر لكن تكون متذوق للشعر، تعرف لما تسمع الكلمات تأثر فيك. فأنا الصورة كانت تعني لي. فكان عندنا 2 إنجليز وعندنا 1 أمريكي و1 باكستاني والبقية سعوديين. الإنجليز 1 يعطيك كل ما تبغى، والثاني دور أي غلطة حتى يشهر فيك. فجيت لجون تشامني، قلت له جون خلال 3 أشهر إذا أرامكو ما وصلت إني أنا أقدم عمل أستحق يسلموني كاميرا أصور، راح أقدم استقالتي وأطلع من الشركة. يا سلام. قال لي أنا يدك اليمنى، وصار يساعدني، وعندنا كتب، لا في نت لا في ولا حاجة ولا في معلومة، ولا وكلاء التصوير في المملكة عندهم معلومة ولا شيء. فبدأت خلال 3 أشهر سلموني كاميرتين نيكون جدد، ويعطوني أول استطلاع أروح أصوره نجران ما شاء الله لقافلة الزيت. بدأت من هنا.
اشتغلت في أرامكو شوية شوية، رحت سويسرا أخذت دورات على الكاميرا الكبيرة اللي هذه يتغطوا فيها، هذه صوروا يستخدموها كبار المحترفين في العالم وهم قلة قلة جدا وما هي سهلة. رحت تخصصت عليها ورجعت، أستاذ خالد تخصص عليها وكان عنده نفس الكاميرا. فجيت أعمالي اللي أقدمها داخل أرامكو، لما نطلع إحنا مع لأي استطلاع لأي مدينة في المملكة، الكاتب اللي يطلع من قافلة الزيت هو يأخذني مثلا الحين يلا نصور برا، أقول له ما يصلح التصوير الآن، التصوير الخارجي أول الصبح أو الساعة الذهبية اللي هي الساعة قبل الغروب قبل المغرب على أساس تطلع الصورة كويسة، هذا لا صور صور صور. من جمال صوري صرت أنا أحدد. المانجر حقنا في يوم من الأيام إسماعيل نواب الله يرحمه قال لي أبغاك تصور لي المساجد في المملكة لأرامكو وورد ماجازين، مجلة عالم أرامكو، هذه توزع في أمريكا وأوروبا. قلت له بس لي شرط. قال لي آمر. قلت له الكاتب ما له شغل معاي، أنا اللي اختار الوقت، أنا أطلع على كيفي وأجي على كيفي، هو يكتب اللي يكتب. بلغهم، رحت صورت تقريبا لفينا المملكة منها الطائف منها جدة مكة المدينة كل هالأماكن. بيشة ما جيتوا يا محمد؟ بيشة أنت والمصور خالد أنا بشركم أنا مريتها مرور. بيشة فيها صورة على مستوى أيوة أيوة أنا في وقتي مريتها مرور تصوير الصحراء أيوة بس ما دخلت يعني في العمق. السلام. فرجعنا سلمت قسم العلاقات العامة 25 صورة ل 25 مسجد ما شاء الله. قالوا محمد فين باقي الصور؟ قلت بس هذول، ما يصير أسبوعين وأنت جايب لي بس هذه. قلت له لو أعطيتك 250 صورة حتختار 25. صحيح. أنا جيتك من الأخير أعطيتك 25 صح النقوة. بالضبط ما تعبك. صرت أستخدم معداتي، أرامكو ما كانت تمتلكها، ما كانت تجيبها لأن المصورين الواحد يصور على مرتب. أنا أصور علشان عندي مرتب. يجوني محمد أنت تتعب حالك وتحمل المعدات يا أخي، ليش آخر الشهر حتستلم مرتب زي ما إحنا نستلم مرتب؟ أقول أنت غلطان. ضغطة الزر اللي أنا أضغطها اسمها محمد شبيب. يا سلام. الضغطة اللي أنت تضغطها بلا هوية. يا سلام جميل الكلام. بس كلام. فبدأت استمر أني أصور، ولما أصور يعني يهمني أعطي جودة في العمل. الآن لما نتكلم تصوير أشخاص، لو جيت أصوركم كل واحد بشخصيته بمركزه، في شخص يأخذ الصورة يأخذ المظهر، أقول لهم لا صورة البورتري أنا أخذ الإحساس الداخلي. يا سلام. لأنه هالشخص اللي قدامي رجل دين، إذا لازم يكون فيها وقار، لازم تعابير وجهه، لازم. فإذا هنا المصور الفوتوغرافي اللي يحتك بالعالم أولا يجب أن يكون بناء شخصية المصور، ثقافته، معلوماته، كيف يتكلم، متى يتكلم. في ناس يحب الثرثرة، يدخل المجلس ويستلم المجلس. صادق. وواحد يقول يكون عنده حسن الإصغاء. أنا دخلت أنت تحب تتكلم، أنا أعطيك دورك تتكلم، ولما أنا أجي أتكلم لازم أتكلم في المواضيع اللي أنت تحبها، ما أروح أفتح مواضيع غير مرغوب فيها. ثانيا أن المصور اللي يتعامل مع البشرية يجب أن يكون دكتور نفساني يراعي مشاعره. الآن لما الشخص اللي قدامي أقول له تفضل استريح بصورك، على طول بيعدل حاله ويعدل المرزام ويجلس أنا لابس كويس ولا لا، ويشد على نفسه، ما يكون براحته. إذا أنا كيف أنقله شوية شوية وأطلعه من الحالة هذه إلى حالة أفضل بحيث أنها تعطي الانطباع الجميل. سبحان السلام. فبعض الأشخاص يقول أنا ما أعرف أتعامل مع البشر وأجلسة جلسة كويسة، أقول له بسيط، المسألة بسيطة جدا، فقط
واحنا جالسين في المجلس لما نتفرج على بعض، نتفرج على كل شخصية كيف جالس هو الآن، كيف حاط إيده، كيف ماسك المصباح، شوفوا إيده وين حاطها، أبو مجاد مسكت المصباح، أبو مجاد حاط إيده المحزن، شايف حزين هذه زوجته في حبر الباطن وحزوبه لا مركب يعني هذه النظرات هي اللي لما أجي أصورها زي ما هي تطلع صور متميزة جدا. طيب والله يا أخوي محمد مو ودي أقاطعك وسوالفك ما تمل ومعلوماتك إحنا بنرجع لك، ولكن أخاف أن فطوركم يبرد ويحملوني عتب. الحديث اللي قلت أنت وأخوي الأستاذ خالد أنا أعتبر كل فوائد، لكن في فائدتين رئيسيتين. الفائدة الأولى من عند أخوي خالد أن بر الوالدين هو طوق نجاح ومفتاح للنجاح في الدنيا والآخرة. يا سلام. واستفدت أيضا من كلامك أن الإبداع والتميز يأتي من المعاناة، لولا اليتم يمكن اللي عشته صحيح. والفقد اللي عشته واعتمادك على نفسك أنت وأخوي خالد يمكن ما وصلتوا إلى ما وصلتوا. أكيد إلى. أكيد. الحديث بقية معنا إن شاء الله، بس ودنا أن نكرمكم ونفطر ومعزبنا يقومنا. تفضل نصر. أي عطنا روح روح يا جنوبي حي والله ذا العين واللبسة. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. عاش أبو علي عاش. والله ما نختلف من غير شر كلمة نبيا. يا لا 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 يا لا 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 يا يا لا لا. والله ما نختلف من غير شر كلمة نبيا. مرحبا بالضيوف ومرحبا بأخوينا الطيبين. سلام. مرحبا بالضيوف ومرحبا بأخوينا الطيبين. يا سلام. اللي عشنا ببيت واحد مثل شخص معيال. والله ما نختلف من غير شر لك المهنا بيا. والله ما نختلف من غير شر لك المهنا بيا. لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا. والله ما نختلف من غير شر لك المهنا بيا. الله يبين وجهكم. الله يحييكم بلسان المجلس. يقول حياكم الله على ما كتب. مرحبا بكم. تفضل يا ضيفان. الله يحييكم. الله وجهك. تفضل يا وجه ابو عبد الله. ومن يسمع اللي اهدى علي الهديه تستاهل. تستاهل والله تستاهل بندق يا ابو مشبر. لكن اعذرني قسمت علي عهد انه اذا جاء فطور انك لا يقلط عشان الكلمه اللي تخابر. الله يقلط الربع. الله يبارك فيك يا ابو علي وفي من يسمع. والله يحييكم على فطور ابو علي. تفضلوا. والله الحقيقه انا شخصيا ما ودي ابو علي يفطر ولا ابو صالح لانه قرب السر مني يا اخوان. انت ضيوف. ضيوف والله تجلس. والله تجلس. تعال هنا المكان اللي تبغاه. اجلس. تفضلوا يا ابو صالح. تفضلوا. حنا حطينا عريكه للي يبغى عريكه واللي يبغى اللحم كحفرها. كحفر اللي تبي. اللي تبي. احنا على الهواء ترى. ها اي على الهواء. احنا على الهواء. حياة على قصة شو اسمه دي العريكة. 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 نعم. كنت في الجنوب. السلام. وأخذ كذا شوية وحارة وذاك يقول لي كحفرها يا رجال كحفرها. كحفرها يعني بريد ولا فيها. يا الله. يحييكم على الخاطر الطيب. يا هلا وسهلا. ذبوا حد كم درها من الجنوب من الجبل. الله انك وافي يا ابو علي. وافي وافي والسم والعسل والسمن من الجنوب البيت. الله يبيض وجهك يا ابو علي. والله انكم اهل السمن والعسل والبر من الجاهليه يا صبيان شمران. ولا حتى ما يسمع. مرحبا باهل القطيف ومرحبا باهل الطائف. مرحبا بالمبدعين. مرحبا بالملهمين الشخصيات الملهمه. والله انتم اللي تدعمونا وانتم اللي تشجعونا. الله يحيي. اقرب لي يا خالد. معلش ما خل 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 اقرب اقرب اقرب. كربح كربح زي ما تبغى. قرب قرب. تحفرها
اختلاف الثقافات احيانا واحد ما يعرف. في اذكر في جده زمان جينا عند رجال واعطانا عصيده ومعنا واحد من جده مدري من هالمكه ما يعرف العصيده ما هو عيب انه ما يعرفها اختلاف ثقافات زي احنا بعض لك عنده ما نعرفه المهم قال وش اسوي بالعصيده قال قول بها تذيه قول بها كذا ودرمحها وبعدين احفرها كذا باصبعك هو ما يدري انك لازم تلين يدك في المرقه ولا في الاجل ما تلبق فيك الاهنا ويقول بها تذيه وهي تلبق في يده يقول بها تذيه تلبق في يده يقول بعيد يقول بعيد شوي ويقول بها تذيه يا برما قال اقول لك انت وهي معايا تزبط معايا ضر يم يقول ابو باسم الله يحييك حياتك حياتك اللي يبغى في العصيده القديمه حياه تحس انك انت الحمد لله في عالم اخر الحمد لله الله يا ابو علي فطورك يعني فطورك صراحه مرة فايف ستار والله كلكم جملتوا لكن ابو علي حط انا من كل بحر قطره والله لا يزيل هالنعمة والله اللي جملت عليكم يا ابو صالح انا وياك ترى الربع يعني انا اتكلم بلسانهم ولا لا الربع يقول تعبنا من اللحم فبيقول مشتاق لي الشكشوكه والقلابه لا والله وجعتنا في تبودنا يا ابو الشكشوكه هو صح العب ابو مشبب ابو سعود ما يعني ما فيها ملل لا ما فيها ما فيها ادعوا لام علي ان الله شافي رجلها امين والله يجزاك خير الله يكرمك اول شيء فالله نحيي هالضيوف المميزين والله العظيم يستاهلوا اللي هم طول عمرهم تعملي مصاحبين ملوكنا وحكامنا اللي حنا من فضل الله وجوده وكرمه نتعمني ناكل من فضلهم وآمنين في بلدنا وكل خير الحمد لله ثاني نتعمني والله يا هل الوجيه الكرام ان اجتماعكم اجتماع في خاطري انا انه يرفع المعنويه ويرفع صادق هيا شايف لا مذيعكم ولا طبعا المذيعين معنا اثنين الله يحفظهم من يسمع ابو سعود وابو عبد الله وكلهم يا طويل العمر تسمعني كل منهم يمثل قبائل ما هو قبيلته ما عليكم ها انت تسمع مني وحنا من هالوجوه والله اننا نطرب ونفرح الله يهديك يا ابو علي الله يطول عمرك انا احسب انك انت ابو سعيد بتقول والله يا الفطور تخلونه عايدي ماش عودنا كل ما تمدحونا كل ما نورط زياده ترى لا حنا اصلا الاسابيع اللي مضت كلها شكشوكه وفول رجعتنا في تبودنا بس اللحم صلوا عني الله انا ابو صالح تعرفوا ان هذا ما هو بشرح الحمد لله ولا هو بخل لا ان شاء الله ما لكن زياده اللحم يقول الدكتور يجيب النقرس ابشروا بالسعد عندنا حل هسلم تخاشروا لنا في قعود بلا كثر ماي بلاش من هذا المخاشره اللي ما تصلح برا احنا بغينا نقول تخاشره في طلي او بقعود يذكرني في لما جبنا سالفه نجران اول استطلاع عملته ولانه جايين نمثل ارامكو فمشايخ البلد كلهم يحضروا فانعزمنا على العشاء وانحطت الذبايح جلسنا على السفره وكان وزني انا ازيد ما اطال الصحن ما تلحق واحنا الضيوف المفروض نبدا وما عندنا شباب المدن ما يعرف عن الحياه الباديه صحيح اختلاف ثقافات ايوه لهم طقوس كمان ايوه فجينا مديت يدي حار ما اقدر المس اللحمه واللي معاي زبيري نفس الشيء زبيري برضه من القطيف لا زبيري من الزبير العراق. ايوه من العراق ف معانا واحد شيبة ضيف جاي احنا ما نعرفه يحط يده وياكل يده هذه ما فيها سنسرز ابد
على طول ياكل. اتنحنح وقام، قام المجموعه، قمنا معاهم وانتم ما لقيت لينا. شربنا الشاي وطلعنا، رحنا مطعم وتعشينا في المطعم. وحي والله عند زبونكم. وصارت بعدها البدو وصل فيه صارت لا 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 الرجال ما عنده في الحاره، وهم قاعدين يتبردون يتحرون. ايوه يقول اكل مثل عند البدو يده مثل خبر. ايوه إيه. مثل عند البدو يقول كل مكل الجمال وقم مقام الرجال. كيف يعني؟ يعني كل كثير بس قم بسرعه. ايش رايكم بالبر في هذا الحساب؟ كملت يا ابو علي. وكنت في الباحه في الرياض ما شاء الله تبارك الله. يا رجال ام علي من يوم جات الرياض احنا داري البركات بتحل والخير بيحل. احنا نطالب من هذا المجلس يا ابو علي معنا يا حمدان نطالب من هذا المجلس بعدم تسفير ام علي مره اخرى لاي منطقه. ممنوع يا اخوي، حتى نفسيتك اليوم زاينه وامورك زاينه والله يا اخي ام علي نشكرها والله، اسال الله ان يصلح عيالها. وتقلد والله الجنبيه انه والله راعيها راعيها. هذا الجنبيه والمشعب هذا من التراث. لانهم قالوا لنا كنا انا واخوي محمد في عسير وكلمنا الامير سلطان بن سلمان. خالد وينك؟ قلت له طول عمر عندنا رحله العسير. قال اكلم لك الامير تركي. ويوم جينا سكننا في الفندق شوي كذا الا واحد يتصل بي. ها؟ انت خالد خضر؟ قلت له. قال الامير عازمكم والفندق على حسابه. قلت يا طول العمر حنا ناس ضعفاء، حنا جايين على قطه تبغوا يعني علينا؟ يعني احنا لو سكننا في فندق خمس نجوم ست نجوم تضرونا، حنا على قد حالنا اربع نجوم وحوالي احنا على تواضع على تواضع. لا خالد لا والله قل لي. طيب الامير يزعل؟ قلت له اقول لك انا بلغه انه يبلغ احنا نبغى نسلم عليه بس. قال يوم الاحد الامير جاء يبغاكم تجوا مش عارف ايش، انت تجي والاستاذ محمد وذا. والله انا يعني الامير خلاني شوف مع علاقاتي ووجودي مع ملوك وذا، الامير تركي عنده كاريزما تقطع من مصالح كاريزما يعني اروع ما شفت. ما هو سكر يا اخي، هذا طبيعي طال عمرك. ذكي ذكي هذا طبيعي، عنده حضور مميز، عنده شاشه 4 متر في 3 متر ورجل ورجل كل عسير في الشاشه. نعم خذ مصالح. لا لا سلام، يطلب محافظ عسير محافظ تنومه ولا شيء. شوفوا اتصال مرئي يا اخي، يعني خلانا يعني نحس بنوعية الحكم. يعان حان موجود بس تمثل فيها. لا لا موجود نبدأك. الخير واجد الخير واجد يا رب. اي والله الحمد لله انت رجعتني مش اقل من 55-60 سنة بالاكل هذا يعني. اي والله ليه ما تسوون الان؟ وين تسوي والحرمه تقول لك يا عمي شكشوكه. طيب صل على نبيك. اللهم صل عليه. احنا قلنا نخرب المجالس. صل على نبيك. ابشر والله بعزك يا استاذ خالد. اول شيء انت مصور وشخصيه وشباب وتحب العريكه من هذا المجلس. ان شاء الله ننتقل كل ابونا ونخطب لك مرتين تعرف تسوي العريكة. لا أنا كمل العريكة. والله أنت ناوي على الإعدام. أنت تقول تحب العريكة. على الهواء. وأنت يا شيخ محمد. لا لا لا. أكيد في القطيف ما تعرفوا العريكة ذي. برضه حتى أنت متزوجك إن شاء الله مرتين تعرف العريكة. إحنا نسوي العصيدة بس عصيدتنا تفرق شوية. نعمة نعمة شوية. أنا أسويها. ذا الحين ما فيك فكر أنت ولا أخوي خالد. طحين. واحد منكم لازم يتزوج المرة هذه. يا أنت يا أخوي خالد واحد. أنت تسوي العصير. نعم. أنا أنا أنا.
انا اخلص شو اسمه العصيده ايوه واقول انا ما جيتكم مره وين دجك محمد؟ حتى بعيد لا انت على الهواء يا استاذ خالد اي هواء الهواء مباشره صور لا صور هذه والله مباشر لايف مباشر اقول موثق كل شيء موثق ترى انا اقول لك انت الكلام هذا وجهه لمحمد لا توجهه لي لا ظني القطيف اشد يعني من هالطائفه ما تعدد ظني ما فيه ولا لا لا ولا فيه ايه ليه؟ ايه حنا الله اكرمنا بنسائنا ومساكين هم تعودوا على الحياه ما تعرف تسوي العصيده في انت طويل لا تعرفون انا متجوز يعني ما هي من طويل ايه لكن الدكتورة بس يمكن عندها ثقافة عندها كل أحسن من عريكة يا أخي خالد عندها ما دامك ماخذ دكتورة تزبط لك السلطات والمواد والفيتامينات أهم شيء قبل الأكل تأخذ سلطة يا سلام ليش؟ لا لأنه صحتك ومش عارف إيش إذا نعتذر نعتذر خل المرأة عندنا وبنعطيه هذا الشيبان ذا المطاليق وأنت خلك على الدكتور بس خلاص وأنت يا أخوي محمد أنا أستاذ محمد شو رأيك؟ لا أنا ما شاء الله اللي عندي وافية وكافية بس ترى على الهواء هم يتابعونا إن شاء الله للعين يعني بس بعد خلف الهواء يمكن يكون في رأي ثاني شو رأيك؟ نفسه؟ كلهم هم يطامرون طامرون والله يوم رحت الجنوب قبل يعني اللي هربنا من الجنوب سنة الدبا زمان يعني ها؟ ايوه قبل 50 سنة ولا 75 لا لا اكثر 75 يا ابو عبد الله و 76 65 يعلمونا انه ها؟ من 60 سنة من 75 انا اقول يمكن 75 يا رجال انت عمرك كم صراحة 100؟ لا لا انا ماني 100 لانه الحقيقه الحقيقه انا ما داك بعد متزوج علمنا فوق السبعين ما شاء الله وانت يا اخي محمد 68 ما شاء الله ايه كلنا مع بعض يعني يعني احنا لحد الان نبغى حد يكسر الرقم حق ابو صالح ما جانا لحد الان لا لا ابو صالح ابو صالح 82 ما شاء الله طبعا 82 من يوم تقابلت انا وياه قبل 10 سنين كل ما سالته قال 82 لا عاد يزيد ولا ينقص خلاص خلا يعني ابو صالح مشكلته انه البطاريه خربت وما لك يا عبد الا ما اريد انا متوجه للميه اذا بالعمر بقيه طيب انا عندي راي يا ابو صالح الله يطول عمرك وانا امون عليك وامون على الشباب تسلم تسلم ما فطورك بكره خلي الاسبوع الجاي انا وانت الاسبوع الجاي ايش رايكم والله افضل والله انا ابغى كل يوم نخلص الافطار كله في اسبوع واحد ايوه من اللي بيجيب الشوشوكه انتم اللي تبون لا بكره ما معكم فطور الا ان كان اللي بيجيب الشوشوكه بتعفونها جبتها انا لا لا والله لا تجيبها لا 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 مشكله الله نصر ابو تخيل في ابو تخيل قعدت معاقبه في بدايه سنه على ذي الذبيحه هم عاد راح ابو تخيل وذالحين صار الله ابو سعود ما شاء الله ما شاء الله بالعافيه يا اخوي بالعافيه والله ابو تخيل انا اقول ان بكره بناكل شابوره ننتظر الاسبوع الجاي نبي اللحم والشحم هبتدريه انت ابو صالح والله صالح وش تقول انا طالبك لا تثقل علينا بالعلوم لا ما حد انت بالضيف قدامي ايه؟ حاول انك تجيب طين صغير ولا تويس لاجل انا اجيب مثله ابدا لا تكبر انت فنشب انا لا 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 ما يحق أيوة. والله العظيم انا مو خفافيه اسلم المشكله لا يجي الاسبوع الجاي لا كنت لا 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 تبون بكره يفطر ابو صالح والله نصاد لا لا خلها الاسبوع الجاي افضل نفرقها اول الاسبوع واخر الاسبوع هذا هو راي أي. هذا الصحيح لاجل ربات اندف انا الاسبوع الجاي ابو صالح بعدين اقول ميتكم ابو سعود اقول ميتكم ايش رايكم نخليها انا الاسبوع اللي بعده لا لا بدا بدا ما عاد في تاجيل لا 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 اما انا فاعترف والحمد لله على كل حال وهذا امر الله وقضاء الله وقدره الاسبوع الجاي ان شاء الله افطركم الله وادعوا لي ان الله يقوي عزومي ويقوي قلبي الله يقوي عزومي هذا اللي صار ها اكل كل لا يقزون لا يقزون واحد من الناس الله يذكره رب الخير ونسمع ان كان حي وان كان ميت الله يرحمه جاء عند ضيفان والضيفان غالي شرى من اسمع وهو رجال شرى من وحي الغنم قليله ولا يدري وش يسوي والنوايب قليله ظهر عند الغنم
ويوم ظهر عند الله انا ما انسى مني شاف له هذه دافع وهذه عاد بتلد ولا بهلل الخروف البحل ولا يدري وش يسوي. جاء معود يوم ما قبل على البيت قال عذب الله منك يا شيطان ويجيك راجع. قام يتفارس الرحمن والشيطان عذب الله من الشيطان. وفي الاخير انسى مني قال عذب الله منك ابليس فر والله لا اذبح لو كانت ام الطفل. اسال الله اني قوي عزومي انا ابو صالح يمنعنا بالحسائر ان شاء الله. ابشر ابشر ترى اني احيانا يا اخواني اتحسس. اقول اسال الله يمنعكم من عيون المشاهدين لا ينظرونكم على ذا الكرم. المهم انا بس يا اخواني انا رجال مسافر من جده اي نعم وراعي خطوه 1000 كيلو يا ابو صالح. والله انا شايف مفروض انا ضيف ولا ما انا ماني بضيف؟ لا ضيف انت. والله اي والله ضيف يا ري. لا والله تلوموني بالحروب يا اخي. اقول يا ابو عبد الله تلوموني بالحروب يا لبيكم يا الحروب يا لبيكم يا الحروب يا اخوي. انت سيف ضيف وانت راعي مجلس النشاب. انت راعي المجلس ضيف يو والله بالله احنا. اقول يا ابو عبد الله وجهك معك من امك والله ما خلت مني انا كيف يمنعني من عبد الله وابو مجبب. عبد الله سيد الله الرابع له صوره على الرجال شاركتها من سنابه ما شاء الله وهو حاطن الشكين في ظهره المفضح بداية من اللي يعني هذه ترى ما غير في العيد بس لا لا عيد الضحية حد غصب نذبح لا لا ما يبعيد الضحية هذه يا طويل العمر معايكم زود هذه يا طويل العمر أنا بعلم هو بس قدامنا معايكم زود أي في جدة الربع اللي جوا بالاستراحة من غير يا رجل الضحية هذه ضحية لا لا ما علم نبغى ضحية مثلها تبون الكلام أنت تعرف لا والله فاتح في راس تبت من جماعة ما عليكم زود ويضيف ويغدر خبره والله ما عليكم زود ما عليكم زود ثاني عندك بعد في جدة أنا مقيم في جدة لثلاثين سنة ما شاء الله وعيالي في جدة وبيوتي في جدة وضيافتي في جدة. أنت في جدة؟ أنا في جدة. خلاص لازم تزورني ضيافتي على شمال جدة جنب جامعة جدة على طول تجي عند جامعة جدة اللي عطريق عسوان. ضيافتي في راس الجبل جنب الجامعة جامعة جدة عارفها طريق عسفان الأمير عند الصناعية. أيوة عند الصناعية حق الأمير مقرن. مو مقرن 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 لا لا ما يبقى. ما قصدك الأمير مقرن منصور مقرن هذه اللي في محبلية. لا لا طريق عسفان وانت رايح الصناعية صيانة صيانة السيارات. أنت إن شاء الله أراسلك وأرسلك الموقع إن شاء الله. تعال هناك وأبشر بالعريكة كل يوم. ترى عندنا اللي يحب العريكة نحب إحنا. ليه؟ العريكة رخيصة أرخص من الطلي. ما دام كنت تحب العريكه الحمد لله يعني ما في ذبائح. اذا انا اذا انت ما في ذبائح انت كريم. لا 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 انا ابغى اوصيك اكل العريكه واخذ الطلي معي واذا كان جيتني اذبح. لا 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 والله عندنا اليوم ما في توفيق. عندنا طويرك طويل العمر يا شيخ. لا اقول لكم شيء اسمع يقول باكل عريكه باسري بالطلي. لا 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 ليش تعرف زين انا عماني مشكله اجي في الشهر اجي الاقي طليين مربوطين عند الباب. ما شاء الله عمانك؟ ايه والله ونعم بهم. اجي اطلع الوالده اقول يا ما ترى في طلع. قالت اوه الله يهديكم ترى عمانك جايين بكره وهذه طليانهم. طيب وش نسوي؟ ثلاث طليان الاسبوع الجاي نروح لهم نرد لهم السنه. قلت ايش هذه؟ امي ذا ثلاثه واحنا اثنين وهم ثلاثه ولا لا يا ولدي هذا مذهب. ما انت اكرم منهم على الاقل تقدم اللي طبعك فيه. من هم عمانك؟ اي قبيله؟ طويرقي. طويرقي ونعم طويرقي الهدى من ثقيف. من ثقيف وامي من محايل عسير. نعم انا عسيريه. ايوه الوالده تزوجت أبوي كان يبيع البز القماش إيه؟ ويجي على محايل ويلاقي لك ثلاث بنات وينصى الوالدة فقر يعني تلاقي عشة هنا وبعد كيلو عشة. كل السعودية ما كان فيها شيء الحمد لله. قال لها إيش هذه حياتكم؟ والله كانت فقر كلها. والله كل السعودية تتزوجيني؟ المستعان. قالت له إيوه ليش لا؟ قالت له ومهري. قال لي تبي؟ قالت له مهري اخواتي الثنتين تاخذنا كلنا تصرف علينا وانا زوجتك وهذولا. قال واجوزهم هذه الصغيره اجوزها ولدي ما شاء الله ما شاء الله ويجوزها ولده ويصير انا كلت ماوي
اتكلنا على الله وابتدينا معاكم يا جماهير والله ما نبلى رضاكم لجلكم نبذل اللي لا يقف مستواكم جتكم الواقع بحلة وطلة جديدة احنا ماخذين بنات مطاليق ان شرواده اللي وديه ولا ما شافونا طمعنا بشيء قالوا معك يا ابو عبد الله وابشر بالسعاده ان شاء الله. ايوه الله يوفقك ونقول سالم وغانم وابشر جا منهم المطاليق الله يحفظهم من يسمع وطايعين لوالديهم والحريم طايعات والعلوم غانم الله يوفقك الحمد لله ونقول سالم وغانم عدل صحيح اللي بغى يعرس احد ما حد من العيال ما انت خلاص لا هذا لا طال عمرك انت انت هذا دورك ما عاد سالوني انتبه ايوه خليك نشمي ترانا على الهواء يا اخوي احنا على الهواء هذا كيف حبيبي لا هذه ما هذا الثمانية اللي تقول تصور صغيره وتصور كبيره في هذه هذه حسب نوع العدسه هذه شوف تجيب من بعيد ايوه تقرب في عدسات تجيب المجلس كامل تمام بس هذه عاده انا ادرس التصوير ما شاء الله تبارك مع الله مع كلية كينغستون البريطانية الله يعطيك العافية ويوفقكم جميع ويجزاكم خير جميعا إن شاء ويا نفدا من جانا والله ان شرفتونا ونورتوا المحل يا الله الله يبارك فيك هذا مجلس النشامة وان شاء الله ما يجي فيها الا نشامة اي والله وكلما يذكر البلد ويذكر الدين ويذكرون الملوك يا طويل العمر انسع مني والقلوب مستلبة والله إني أحب أصحاب هذا الفعل مع العلم الحمد لله نواثقين في الشعب كله الله يحفظهم إن شاء الله هذا بر ووفا حقيقة أي نعم إحنا نبغى إن شاء الله ما في شاذين إن شاء الله لكن فيه بعض الناس يمكن نايم عن بعض الهروب إن شاء الله الله يجود عليك ويرحم والديك ويكثر خيرك يا ابو علي ما ساعدتك انا ما ساعدتك لكن ما ادري انا العود اليوم ثقيل شوي ما علي انا لو ادري النبي يغلقونه كله والله لا خليه لكن اعطينا العمال اللي هنا الله يجزاك خير وهذا لا برضه صدقه فيهم العافيه اعطينا جا المذيع ما نقدر نقول شيء عامل هذه ساعه ابو علي يا الله توفقهم جميعا وجاء دور القصص اجل انت محسم شوي الجو حر اي حر اي لا حر الا انتوا كنتوا مطفين الاهجه ما جينا ولا لمسنا ابدا والله في ناس اخبرهم ما يدانون مكيف عادي لا لا ما ما صار شيء كنا حر يا ولد شل مع ابو علي يا ولد شل سكر يكفي اللي في الصحون يا ابو علي لا لا خذها ما شاء الله الحمد لله رب العالمين يا ربي لك الحمد والشكر هذا مفتاحك اخوي محمد ايه انت بتنساه الحمد لله رب العالمين الله يجود على ابو علي يكثر خير كريم سبله الله يكثر خيره وخيركم ويبيض وجيهكم جميع والطيب ما يستغرب منها للطيب الرجال اللي شروا ذا الوجيه الومها غانمه عليكم السلام عليكم والله يا الربع انكم تستاهلون الشحم لكن انا في حاجه صراحه حيرتني يا ابو سعود اللي هي وهي مشكله ترى كبيره انا والله داري من يوم وخرناها الاسبوع الجاي بيجي افكار واجد لا لازم تبي علمك فطرنا بكره طيب بس الحين انا فكرت ابو علي الان حل اليوم حل ودى الذبيحه عند اهله وطبخوها إيه؟ وانت يا ابو سعود طبختها عند اهلك وابو مشبب عند اهله الحين انا كيف اطبخها وين هات الذبيحه وازهلها انا اطبخها لك واجيب سدى والله شكرا جزيلا ازهلها لا والله اللي ما بيها والله اللي ما بيها مصد اسمح لي يا اخوي صالح اسمح لي كلام سليم والله ابد اعطه الفلوس يريح لا لا يعطي الفلوس يشتري طليه ويجيبه اما الطبخ ازهله تدرون تكرموا والله انكم تستاهلون الشحم والله كل واحد منكم يستاهل واجب الحق والله عاد يا ابو عبد الله اذا راحت على المزوح
والله مين مشفقن عندك جعلك تسلم الله إيه. لكن ودنا نمزح وانت عجب ما عليكم دعنا بي نعلق ونمزح على بعض حنا داري ضيلة في حر انت ومدري ولا لا ها حر هذا ضرب العريكة وانا اخوك لا والله ما بالعريكة لا 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 ما شغلت المكيفات ابو علي ما شغلت المكيفات لا لا شيب هذا حنا رافعين شيبان الا منهم صراحة طفوا المكيفات عاقبوني عند المكيفات لا المكيف اشتغل انت لا تعلم عليهم المكيف اشتغل بس انه مرفوع هذا هو والدين كترزله يا ابو ما وين اشتغل طافي عنه يا اخوي شغال 19 اخوي طافي عنه يشتغل لا اجي اجي عنده يا ابو بجاد وحط ايدك مرفوع مرفوع يا رجال مرفوع ليش يتقفل غريبه ما قفل هم رافعينه بالعصا لا يا اخي لا تخربون انا ابغى افاقه افهمه زي ذا وزي ذا وزي نبغى تعال تعال نزل المكيف لا ما هو ما يقدر يجي ما يقدر لا اجل اجل يجيبوا عليه هو اللي عرفه المهندس حقنا والله يا اخي اي أيوة والله حيف هذا لا لا صار الباب اللي صار مفتوح ولا يعطي فرصه ايش تعرف السقف فوق والله الاسبوع اللي فات تسنى بردنا وتسنى الجوزان اما اليوم وامس والله تسنى حر والسليبين داخلت لها يومين الله 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 ما عاد دون سهيل الا حول 14 او 13 يوم يا رب يجيب سهيل يا حي الله الله سهيل اوله قيض هي اي 10 ايام اهون 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 لا تسوية التمر لكن علي. عاد لي زلت العشرة أيام الأولى يلا هب الذعاد البراد وزان الجو في الليل يزين الشتا زينة يزين الشتا زينة زماني أحب الشتا الشتا مثل الخوي الطيب يا أبو عبد الله عليه الرب مع أنه يجيب الزكام ويجيب الملوى لكن ما كلها تجي كلها حتى الصيف الصيف ولا صرت محتر دخلت البراد لا في المرز يا أبو والله أن ابن آدم ما يتحمل شيء لا جهة الحر قال حله يا قزاز يا البرد ولا جهة البرد قال حله يا الحر أنا ترى قزاز أنا الله الحمد لله الله يتثر خيرك يا أبو علي ويجعل عوين كليسر كثر الله خيرك يا ابو علي والله علومه طيبه والله يشفي اهله ويعافيهم ويسر امورهم الله يسعدكم ما هو اول مره يا ابو علي والله شقردي من مبطنت والعيال والله ونعم ومن يسمع والله ان اجابه كلكم والله كلكم انكم انكم صفوه والله ان جابه ابو علي مرتين هو وعياله ما اخذنا الا 20 دقيقه احنا شربنا المرق وناكلنا اللحم 20 دقيقه فقط فما شاء الله تبارك الله الحي يحييك خالد وينه يا ولد عندي نفذاك يا بعدي الله يوفق خالد عينتوه يمكن توبع خالد داخل داخل عند حسن عند حسن داخل سلمت تبى نجيب لكم قصة لين يجي خالد لا دقيقة يا أبو صالح تسلموا والله أنا ودنا نستفيد من ضيوفنا الحقيقة أي والله ضيوفنا قصصهم ملهمة جدا ما شاء الله ما شاء يلا تعال وهذه بارك الله فيك فيها يعني دافع للشباب كيف على الكفاح وعلى العمل قصص حتى كلها والله ملهمة صراحة الشباب يحتاجون مثل هذه القصص والله حيفا لهم الشباب قصص التجارب والسيره يا الذاتيه يا ابو علي الله يرضى عليك ارفع قدرك بالدنيا والاخره سبحانك قهوه تغير شكلها تختلف عن هذه صحيح انت تدق على خالد جوالي هنا سبع حموضات لا انا اقول ان القصص هذه السيره الذاتيه لما يرويها الانسان هو انسان ناجح هذه محفزة للشباب استفاد منها تعطيهم باور تعطيهم دافع تعطيهم يعني دفع للأمام احنا استفدنا منها ومجالس النشامة لا تنساها ما شاء الله كلش فيها أنت قصدك الشباب اللي مثلي يا أبو سعود مثلي أنا أما أنتوا لا أنتوا والله أسأل الله العظيم في هذا الساعة أن الله يحسن خاتمتكم آمين أسأل الله العظيم من يحسن خاتمتكم يا هذا كل عبد المسلم وأن لا يعذبكم أسأل الله أن لا يعذبكم الله يجزاك خير ومن يقول الله يقول عسى الله ما يقطعنا من شيباننا اللي يدعونا يا أخواني حتى الدعوة فيها نزلهم بس مرتبة شغال شغال بس الضيف وين وين خالد الضيف لو انه راح وضيع المبنى انتبه طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بداية ودي أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما شاء الله طبعا أذكركم جميعا بهذه المبادرة الطيبة الإيجابية اللي أنتم شركاء فيها وهي المساهمة في إتمام وقف الأيتام بمكة المكرمة وبشركم البارح أنا أخوي ناصر في حلقة أبشر بي أعلننا أن وصلنا إلى نسبة 94% من ما شاء الله تبارك يعني باقي علينا 6% فقط 6% ما شاء الله يعني تبارك ما هو والله صعب عليكم أيها الطيبون والطيبات وبشركم شوفوا التبرعات من الصباح صراحة وعلينا ها
هذه فرح الزهراني تبرع ب50، وهذه هيفا الدوسري تبرع ب300، وهذا ركان الشهراني تبرع ب50، وهذا عوض الذبياني ب500، وهذا نسيم هادي ب200، وهذا موسى الأحمري ب100، وهذه طيف محمد ب50، وهذه حميدة العتيبي ب100 ريال، وهذا محمد العامري 50 ريال، وهذا طال عمرك حسن 80 ريال، وماجد عسيري 100 ريال، وأحمد عسيري 100 ريال، وموسى الأحمري 100 ريال، وأم ال 100 ريال، ويا يا 100 ريال، والغامدي 50 ريال، وشجاع القحطاني 300 ريال، والجوال مليان بالتبرعات. أسأل الله العظيم في هذا الساعة يا كل من أنفق وتبرع إن الله يخلف عليه، إن الله يبارك له في ماله وصحته وذريته، وأسأل الله يا كل من تصدق في هذا الوقت إن الله يحقق أمانيه. إخواني الصدقة هي فائدة لك أنت ولي أنا يا المتصدق، قبل تكون فائدة لليتيم أو المحتاج، لأن نحن نحتاج هذه الصدقة لعدة أمور. أولا هي اختبار لنا من الله تعالى، اختبار التقوى في قلوبنا، هل سوف نطيع، هل سوف نبخل، هل سوف نعطي أو لا. اثنين هي حسنات ودرجات عاليات عند رب الأرض والسماوات جل وعلا، وأخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقته، وأخبرنا أيضا أن الصدقة غضب الرب، وتعلمون أيضا كما في الحديث داووا مرضاكم بالصدقة، وتعلمون أن الصدقة هذه أصلا بركة في الماء وبركة في الصحة وبركة في الذرية وعلم غانم. سلمتي خالد، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنفقين. معلومات الوقف على الشاشات باقي 6%، أكتمل 94%، يعني يمكن خلال أسبوع نعلن إتمام هذا الوقف. هناك من المتابعين أو المتابعات من سوف يتمنى يقول يا ليتني أنفقت، يا ليتني قدمت، يا ليتني كنت شريك في هذا الوقت في مكة المكرمة الذي يرعى الأيتام في مكة المكرمة وأيتام البلد الحرام. هذا العمل الفاضل اللي من عظمه عند الله تعالى. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني معي، يعني في معية المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذا تقبل الله منك تكون بصحبته ورفقته في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله أن يجعلني أنا وأنتم ووالدينا ووالدي والدينا ومن لحق علينا من أهل الجنة. قول ومي فنذكر ونعيد بهذا التذكير، والله يستخدمنا وأنتم في طاعته، يوفقنا وإياكم لرضاه. وأكرر الوقف بيكمل، والله بإذن الحي القيوم من يكمل، لكن العبرة هل سيكون اسمك تواجد مع هؤلاء المؤسسين المنفقين المتصدقين ولا لا؟ إن بغيت تتبرع تأخذ صك بدرع ب2000 ريال موجود، وإن بغيت سهم 300 ريال موجود، وإن بغيت 200 ريال موجود، وإن بغيت 100 ريال موجود، وإن بغيت حتى تبرع لو ب20 ريال نذير، لو ب10 ريال تبرع. أهم شيء أروا الله من أنفسكم خيرا. نعم حنا متبنين هذا الوقف، نعتبره يعني عمل خيري نفتح بابه للناس في هذا البرنامج. وبشرك كل البر كل أبغى ساهم لكن بدون إعلان لو سمحت لي، بس أسأل الله أن يكتب أجرك، وحنا نعلن الآن لجل الناس يأخذون يأخذون عبرة. هذه معلومات الوقت موجودة، تحسون الناس إن شاء الله، وحول من حسابك على طول على حساب الآن الآن جيب لي هذا المكنة وأنا أحول فيه ساهم الأسرة العائلة كاملة ب300 ريال عنك وعن زوجتك وأولادك ووالديك، وفيه من أراد أيضا صك في هذا الوقت ب2000 ريال يعطونك، تعتبر تتملك متر في متر في هذا الوقت، هذا يوصلك إلى بيتك، يعني تتواصل مع الجمعية يوصلون هذا الدرع إلى بيتك أينما كنت. الدرع خلي فلوسه يا سلام للجمعية. الله يرفع درجاتك. الله يرفع. شكرا أخوي خالد. أخوي خالد يتبرع بدرع بالصك اللي هو ب2000 ريال. وش مسماه يا محمد مكي؟ محمد اي اسمه سهم البركه. ماشي. سهم البركه اللي ماشي. هو ب2000 ريال. اسال الله هذا يتبقى. هذا ليش هذا لك ولوالديك ولاجدادك ولابنائك؟ لا هذا كفاله يتيم الايتام بمكه المكرمه. طيب عندنا وقف في مكه المكرمه، تسمح لي انه اذا الله اعطانا عمر وعافيه كل سنه تاخذون هذا؟ ما في مانع، ما في مانع، ابشرك حنا في برامجنا هذه يعني. ولا انت ما دامت في جده خلينا نرتبها. أنا أي جمعية تبغاها أعطيك عنوان أرقام حساباتها، ودائما وأنصحك وأنا أخوك أنت رجال متعلم، لا تحول الأرقام لحساب الجمعيات مباشرة،
الان اعطيك ارقام حسابها وحول للجمعيه على طول. اعطوني رقم الحساب أبشر. والان ياخذ المبلغ أبشر. الله يبيض وجهك ويكتب اجرك الله يعمر دارك الان ابو عبد الله ويجعل هذه الصدقه بركه لك في صحتك ومالك واولادك. هنيئا لك هنيئا لك يا شيخ ابو عبد الله جعلك تسلم وليهون الربع. الان بارك الله فيك على الهواء بحيث بارك الله فيك اخونا خالد يحث الناس لان وان تبدو الصدقات في نعمه هي ترى الان بارك الله فيك على الهواء مباشرة. أنا أقول الكلام هذا 2000 ريال من أخوي خالد تبرع لوقف الأيتام بمكة المكرمة. أسأل الله أن يخلف عليه ويجود عليه ويكثر ماله وعياله وأن يجعل هذه الصدقة بركة له في الدنيا وظل له يوم القيامة في موقف غصاب نتمنى فيه الظل ونتمنى فيه الرحمة من الحي القيوم. هنيئا لكم أيها المنفقون. وهذه سنويا إذا أعطانا الله عمر وعافية تقول لي يا خالد حول المبلغ للمبلغ من كلامك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك وابشر بالخير. أبشر بالخير. يجعلنا في خير آمين. وإحنا في دولة يعني حتى إذا ما تبرعنا الدولة تتبرع ولكن الواحد يبحث عن صدقة جارية له. يا سلام. والأم والأهل هذه أنا أتبرع بها لأمي وأبي. الله ما شاء الله. أبشرك هذا سهم البركة عن الوالدين والأجداد والأبناء الأسرة كلها أبشرك من فضل الله أصبحوا شركاء في مكة المكرمة في الوقف. هنيئا لكم. إيش رأيكم يا الربع أنا وأبو صالح نخلي فطورنا نحطها أسهم؟ لا لا اي والله لا اقول اقول والله لا والله انا وديه على نياك. شوف 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 لا نص المبلغ ودنا باكل لا اله الا الله والله وجيهه والله ما سخر قلوبه مبارك. نعم يقول كل كبد الرطبه فيها اجر هو صح عندنا شيبان ايوه متقاعدين عرفت وجازي من المجلس من العيشة يا اخوي يجيب نقرس اللحم يجيب نقرس. طب اقول لك اقول لك كوليسترول اقول لك خطبه الجمعه الجايه خلوا الرجال يتبرع الرجال يتوكل بها الشيخ انه عن صدقه الجاريه للايتام في مكه. والله ما يقصر ما يقصر ابدا ابشر يا ابو اي والله والله ترى احنا محتاجين هذا الكلام اي والله صادق لانه ترى على فكره الناس عندها خير حتى لو تبرع ب 30 ريال ولا 50 ريال يا سلام لو يعني بريال يا شيخ ولا بريال والله. ترى على فكره والله انا عن نفسي عن نفسي ما شاء ترى ال 2000 ريال حجيني بكره ب 20,000 انا انا صدق ما تتخيل ما فيها شك يا رجل انا انا يعني انا مجرب واقول للناس واللي يستمعوا ذا ترى المبلغ اللي تدفعه 10 أضعاف اقل شيء اقل شيء في حياتك تلاقيه يا خدمة واحد لو قلت له ابغى اعطيك 100,000 وتخدمني في الموضوع ذا تجيك يقول لك يا رجال انا والله جاتك المعاملة تبعتك ومشيت لك اياها صحيح يا الله ما هي فقط في ترى اسلم صحيح. اسلم انا قبل 11 سنه كنت في الرياض ازور علي الرزيزه فنان تشكيلي معروف من اهل الشيقه انعم معروف قال لي شخبارك قلت له والله احس انه تجيني وعكه صحيه ما هي طيبه قال ايش في قلت له احس بالم في اكتافي شويه من الاجهاد اللي انا فيه طلعت من عنده ورجعت بعد اسبوع عندي كافي شوب وانا جالس الصباح في الكافي شوب فطرت معاي ولدي يوسف صغير حسيت بألم في بطني دخلت الله يعزكم دورة المياه زاد الألم وصرت أصرخ فجأة ولدي واحد من الموظفين أخذوني أقرب عيادة زايدة ولي شيكو الزايدة شايلها من قبل 50 سنة الله أكبر شيكوا قالوا يمكن تسمم يمكن شيء أعطوني براه ما خف الألم ودوني مستشفى القطيف المركزي نفس الشيء ما فيه ولدي يشتغل التحاليل سليمة والأشعة سليمة وكل شيء ما يدروا وش السالفة عندي ولدي واحد من أولادي شغال في وزارة الصحة على طول أخذني ووداني مستشفى خاص بروكر دخلت المستشفى أنا مرهق خلاص ما أعرف وش الحالة اللي عندي بس الدكاترة لما كشفوا بلاو الأهل قالوا التهاب حاد في البنكرياس والتهاب حاد في البنكرياس خطير جدا أكيد يعني نادرا الإنسان ينجو منه الله الله فأنا أذكر بعد كم ليلة في الليل شعرت أنه الليلة أنا مودع
دقيت الجرس قلت اعطوني ورقه وقلم بعض الامور اللي يحتاج اني انا وصيه اضيفها للوصيه اللي ما لحقت احطها. اتصلوا على واحد من اولادي يجي، يتصلوا ما حد رد عليهم من الاولاد. لا اله الا الله. وبقيت مكاني على بعد الساعه 12 لقيت ولدي داخل. قلت له ايش دخلك؟ قال انت ناسي انه انا موظف وزاره الصحه، ادخل اي مكان. ايش جابك؟ قال بس شعور اني انا امر ازورك هالوقت. قلت له خذ هالورقه لا تفتحها الا في البيت. الله. لا تفتحها هنا. قال زين. انا خلاص مسلم امري لرب العالمين. ميت خلاص. منتهي. الله. وما انا زعلان، يعني في ناس لما يمرض يا ربي ليش مرضتني؟ انا اقول يا ربي انت جبتني لهالدنيا واخترتني، انا مو زعلان. اهم شيء ما ظالم احد ولا حد عندي شيء خلاص. يا سلام. مسلم امري. نمت صحيت الصباح، المهم اموري ماشيه، ما يعني الوضع طبيعي، الالام موجوده، بس اسبوع كافي خلاص واحد يمرض يزيد من اسبوع. ليش طلعوني بروح البيت؟ الاهل كلهم يطلعوا عني يبكوا قدامي، حاولوا يرفعوا معنوياتك. قلت تطلعوني البيت، طلعوني البيت على توقيع مني على مسؤوليتي. وصلت على باب البيت مع اول عتبه ما قدر، قلت رجعوني مستشفى. الله. ودوني مستشفى الدمام المركزي. على بال ما وصلت والتعب اللي انا فيه، بعد شويه نقلوني الى غرفه مجموعه اطباء موجودين استشاريين. اسال دكتور اقول له شكلك مو غريب، من وين انت؟ قال لي من ام الحمام. من جماعتكم؟ ايوه. قلت له ولد من؟ قال انا فلان المرهون. قلت له جدك المعلم اللي كان يعلمنا القران واحنا صغار؟ الله. قال قصدك جدتي بعد هي المعلمه. ايوه. قلت له إيه؟ ما شاء الله ما شاء الله. زي الارتياح نفسي انه واحد تعرفه. سبحان الله. نعرفه. وانا جالس الاطباء هذول سمعت واحد قال بسم الله الرحمن الرحيم وبس. بنجوك؟ انا امي مش اغمي علي، اثري اعطيني بنج. ايه؟ وعاملين لي تنفس اصطناعي. صحيت بعد 24 ساعه. طيب. فلما طلعت بقيت 6 شهور في العنايه المركزه. يا رجال. الاطباء يقولوا انت وش مسوي في حياتك حتى توصل لهالمرحله تطلع من هالمرض بعد 6 شهور في العنايه المركزه؟ ايوه. ما حد يطلع من هالمرض. قلت هذا شيء بيني وبين رب العالمين. الله اكبر. الانسان لما يسوي شيء بينه وبين ربه خبيه يثمر. اي بالله. يعني انا كنت مسلم الامر لرب العالمين الحمد لله. وانا في المستشفى طلب مني اكون في امريكا بعد كم شهر اروح اقدم ورشه عمل هناك. لما طلعت من المستشفى احجزوا لي على امريكا، قالوا انت ما تقدر تمشي. قلت انا اعطيت كلمه وما اقدر اني انا اتنازل عن كلمتي. انا ما يهمني انها مكتوبه، لما اقولها لازم افي فيها. هذا وهذا الرجل توي امشي شوي شوي. حجزت والرحله 25 ساعه. صادق. وصلت هناك حتى شنطتي انا ماخذ كاميرا واحده بس مع عدسه وماخذ لبستين، ما اقدر اشيل اي شنط ولا شيء. ادخل الطياره ما اقدر احط شنطتي اليدويه فوق، ياخذوها مني ويحطوها. نزلت باخذ شنطتي اسحبها وقعت في الارض. واحد زنجي جا رفعني وطلعوا شنطي، الجماعه ينتظروني برا. فبعدين في دكتورة موجودة من ضمن الحضور، قلت لها أنا الطيحة أثرت عندي هنا فمحتاج فولترين. إيه؟ قالوا لازم وصفة وإلا ما يعطوك. فكتبت وصفة لزوجها إنها يأخذها فولترين، وجابت لي أعطتني وياها. فلما تجلس تفكر تقول فعلا زي ما تفضلت الصدقة تدفع الأذى. ما شاء الله. الأطباء والدكتورة قالت لي أنت إيش كان عندك؟ قلت لها التهاب حاد في البنكرياس. قالت
عندنا في أمريكا لما واحد يطلع الضغط اللي عليه خليه يروح ينتحر. الله. انت مصر وجاي من السعودية لهنا تقدم ورشة وانت في هالحالة ايش النفسية اللي عندك؟ يا سلام. قلت رب العالمين هو اللي يحمينا. وترجع السر الى الصدقة. اي ستة شهور يعني اعمالك الخيرية اللي انت تعملها لها مردود. صادق صادق. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. والحمد لله ان الله عافاك وشافاك حتى التقينا بك في هذا البرنامج. الحمد لله. اسال الله والله انا مستمتعين بحضورك. خلينا خلينا